هشام ماسين انا زور غزوان مزيغ يعني غير من المشاركين لي بارمي دي زانفيتي لي زرين يعني المهرجانات الدوره العاشره نسني ور السينما الامازيغيه دونك جاي بهريا ودر مقورن تشارك سلاو انت لي غنزرات وكل الفنانين دينا زور لا يعني لا النوع يعني لا الموسيقى ولا المسرح ولا السينما المقارنه يستهم بهره نزرا ميدن يعني نتحاور نقراتن نزرا توكت الافلام اللي لا ستمازيخت لا سلاون تينغيد ولا تين الاطلس ولا تين الريف ولا تين شمال افريقيا اون جينيرال زود الجزائر لي زيل كاناري ما يداري صفراح ما ارنتيني ما ستمازيخت ان شاء الله توم زغرس القدام ارتيني غمس يعني لا يمكن الا يمكن الميز يعني اشكو غكليس نتسنى لانسي اللي في ستيفان السينما غوكادير الا يان وين الدارجه الا وين تشلحيت انزرا وين الدارجه راه سكن يان تلقيمت سرسنت غياني غيا وسوير مقورن انزرا وين تمازيغت سحو دان شويه ام طلب غميد ناد اسنتيني كونكوا اكادير سيرتو ايغا تمازيرت نيمازيغ اللي قلت لا توك تمد لي سوال تمازيغت انا الصراحه بس كل متن سلاو يعني ولي سوا الدارجه ولا ولي سوا غيك لي سن ملتقى الحضارات ايغاتو كادير نستقبلي رومي نستقبل كل متن دونك نستقبل حتى مد لي المغرب اون جينيرال دونك رقيس الطلب هاد فكين لا فالوريت مازيخت اتيكليا كاني المهرجانات انا لي زراين وين ترجع حتى كانيت مازيخت وكذلك Franchement, un tout petit film de 6 minutes réalisé à l'Université de Carthage, d'amateur de la jeune réalisatrice tunisienne Jian Ayari, qu'on aimerait bien voir avec nous, Jian. في جائزة الفيلم الوثائقي ولكاميرامان الفيلم الفائز للأستاذ عبد اللطيف وعمو. مقدم مدير تصوير الوثائقي تيسوس دي غيف اللي حصل اليوم على الجائزه الكبرى المهرجان سنيور الفيلم اللي اخرج المخرجه ايتري غودان اللي مالوغوزمون ما حضرش معنا اليوم لظروف شخصيه الفيلم كيعالج واحد القضيه ديال دي فام امازيغ ديال الاطلس اللي دار واحد لو فواياج في المغرب على غوشيرش على غوشيرش انهم يطوروا يعني المسائل اللي عندهم بحال الزربيه وبعض الاشياء اللي عندهم في المناطق بانهم يطوروها وانهم يوصلوا انهم يكريوا كوبيراتيف باش يوصلوا الناس اخرين وانهم يحاولوا انهم يعطيوا القيمه للمنتوج ديالهم شكون فهد بوت كونتار سيفاكس مدينة الناظور مشاركة ديالنا بجوج أفلام فيلم لون متراج أوطال الحياة وفيلم قصير وجهين بعملة واحدة بالنسبة للفيلم القصير تتوج وهز جائزة أحسن فيلم قصير جائزة الكبرى لفيلم قصير وجائزة أحسن ممثل لدى الممثل بن عيسى المستيري المهرجان وصل دورته العاشرة كان ناجحا نوعا ما إلى حد كبير
بالنسبه للاحساس ديالنا هو الاحساس ما يتوصفش ان الانسان منين كيتتوج بالجائزه، ولكن هذا دليل على ان الانسان دار المجهود واشتغل، ولكن وفي نفس الوقت هو رهان وهو مسؤولية أن ما يأتي يسأل أن يكون في المستوى أكثر أكثر. Bonsoir. Donc moi j'étais présidente du jury du film documentaire. On a eu une dizaine de films qui donnent une espèce de paysage de la culture amazigh, de ses rêves, de ses espoirs, de ses douleurs aussi. On a eu du mal à choisir. On avait des beaux films qui donnent vraiment envie. Sur de belles histoires. Après, il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes de narration, ça manque. Voilà, c'est une cinématographie jeune qui se cherche, mais on est content des films qu'on a vus, content des films qu'on a primés, un film marocain avec un caméraman d'Agadir, donc Les Tisseuses de rêve, qui est un très beau film sur des femmes dans le Moyen Atlas. Et moi, je crois que ce qui m'a le plus touché, c'est que ces femmes parlent avec une langue magnifique, poétique, que nous, on ne connaît pas. Et pour le reste, comme on a été enfermés, on n'a pas vu tous les films de fiction. Donc je peux vous parler que des documentaires où il y avait vraiment de très belles choses. نحن جد سعداء أننا نختتم هذه الليلة مهرجان إسنور للفيلم الأمازيغي لكي يحتفي بأكادير كعاصمة الثقافة الأمازيغية، وإحنا سعداء أيضا أننا نحتفي بسينما الجزر الكناري، وأيضا سعداء أن تمنح الجوائز من طرف لجان التحكيم لمخرجين غير ناطقين بالأمازيغية، وهذا رسالة لكل المغاربة الذين لا يتقنون الأمازيغية، وهي رسالة أيضا لكل مخرجين في شمال أفريقيا الذين حاولوا ولم يفلحوا. نعتقد في مهرجاننا ومهرجان إسني ورغ أننا أصبحنا نفتخر بكون أكادير لديها مهرجان للفيلم الأمازيغي، وأصبح للمغرب مهرجان للسينما الأمازيغية، وهو وجه للتعدد، وجه للتنوع، وجه لكل ما هو أصيل. السينما الأمازيغية المغربية أصبحت اليوم تنافس السينمات الأخرى بطبيعة الحال بإمكانيات بسيطة ولكن بمستقبل زاهر. أعتقد اليوم من خلال الورشات التي ينظمها للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وللمؤسسات الجامعية في ورزازات وفي أكادير وفي تطوان وفي المناطق أخرى، بالإضافة إلى الورشات التي ننظمها في مهرجان، نستطيع أن نقول أننا لدينا شباب واعد يستطيع أن يتحمل مسؤولية إخراج أفلام في المستوى.